طب وخالتي مش هتاكل معانا؟ سندس قاعده مع طنط وموسوكا جوه بيشوفوا فيلم، انا قلت لهم وقت الدروس مش عايزه حد منهم معانا. ماشي. طب ابوكي دافع في الاكل ده؟ عشان طنط وموسوكا اللي قاعده جوه دي لو اكلتنا لقمه هتشردنا عليها بقيه العمر. اطمني، بابي هو اللي دافع. دلوقتي ركزي معايا واعملي زي ما انا هعمل. ماشي. يلا هنمسك السكينه كده والشوكه كده، نقطع حته اللحمه كده وناكلها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا وريني. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعملي ايه؟ ايه؟ انت بتعملي ايه؟ مش انا قلت لك ركزي معايا واعملي زي وانا عملت كده؟ يا اختي احنا هنصور فيلم، انا بحب اللحمه بالعيش. بصي يا حبيبتي، لما تبقي تسافري وترجعي تبقي تاكلي زي ما انت عايزه، ومن هنا لحد ما تسافري تسمعي كلامي انا، مفهوم؟ مفهوم يا ست الابي، اتفضلي. هنمسك السكينه بايدنا اليمين والشوكه بايدنا الشمال، نثبت حته اللحمه كده ونقطعها كده، وبعدين نروح اكلينها كده. عادي جدا، سهل جدا. يلا. طب انا هاكل بايديا الشمال، استغفر الله العظيم يا رب. طب ليه كده؟ طيب هو انت ناويه تجننيني؟ مش انا قلت لك لما تبقي ترجعي من السفر تبقي تعملي اللي انت عايزاه واستغفري ربك زي ما انت عايزه. يلا. النبي انت هتشوينا في نار جهنم شوي كده. ايه ده؟ ايه الحركات دي؟ يلا يا كوريا. حاضر. هنا كده صح؟ برافو عليك. ايه ده؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اصبري بقى، استبر. يا لهوي. طب ما سهل، حوار الشوكه والسكينه اهو، عامله لك حوار ليه بقى؟ ايه القرف اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك اعملي زي ما انا عملت. يلا يا كوريا والنبي. يا اختي انت زهقتيني. طب تصدقي اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى لما نتعلم الحاجات دي بقى كبروا المخ. مش عايز منديل يا ابني، الهي يسترك. منديل منديل يا ابني، لا يستر. منديل يا ابني. لا يستر. هتمشي ماشية مستقيمة، ظهرك مشدود، كتافك مفروده، رقبتك مرفوعه لفوق، عينيكي بتبص قدامك مش عماله تتلفت يمين وشمال زي البورس، رجليكي مقفوله. ايه ده؟ رجليكي إيه؟ مقفوله ازاي؟ مقفوله كده كده اهو. ايه المنظر ده؟ وانا كده كاني محصوره. ومين قال لك تقفي كده؟ اقفي زي اهو كده كده اهو. يعني تقريبا. يا بنت انا كل ده هبل بالنسبه لي اساس. طب خدي الكبير، انت عارفه ان انا بعرف اطلع السلم الكهرباء لوحدي وما بتكعبلش؟ والله بسم الله ما شاء الله. وتعلمت الكلام ده فين؟ في مترو الانفاق، محطه ام المصريين، لينا معارف هناك يعني. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الله العظيم ثلاثه، بالله العظيم ثلاثه. السيد سوكا ما بيتكلم على سيادتك انت والست اختك الا بكل خير، وبيقول لي ناس فاضل. الله يخليك يا حاج، حضرتك بقى والده مش كده؟ لا والدي تعيش انت، ده عم شكري زي والدي يعني، كبير بطن البقر عندنا في المنطقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بنتي هاجر انت جايبه لنا ده شاي؟ احنا عايزين الشربات، شربات الارسال يا بنت. ها خشي جوه دلوقتي يا هاجر. حاضر. يلا. عن اسمك؟ اتفضلي اتفضلي يا عروسه. اتفضلي يا زينه. بسم الله ما شاء الله، ادبيه واخلاقيه كيف بيوت الصعيد عندينا، ربنا يحميها لشبابها. والاخ سيد بقى ان شاء الله اشتغل ايه؟ ابني سوكا حرصه وسينه، بسم الله ما شاء الله عليه، عقبال ولادك وولاد امه محمد صلى الله عليه وسلم، بيشتغل مطرب شعبي ومشهور قوي. وفيه حاجة كبيرة، بيغني من غير ميكروفون، حنجرته ملعلعة. الله. مطرب، بس أنا معرفوش وما شفتوش غير المرة إياها بتاعت الفرح. ما حضرتك بقى طيش الشباب بقى، وإحنا أهو جايين من الباب أهو حضرتك. لا مشهور. الله، هو أنت ما سمعتش الغنوة بتاعته اللي مكسرة الدنيا وماشية التكاتك كلها تغنيها وفي التلفزيونات والراديوهات؟ ما سمعتهاش ولا غنيها لو حتة أحسن يفتكرنا بنميت عليه. يلا يا ولد. لا 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 لا، خلاص خلاص خلاص، ملوش لزوم. أصل أختي الأنسة هاجر كانت قالت لي يعني إن الأخ سيد عنده عربية مشروع كبدة وسجق. أيوه، قصده على عربية كبداجي. يا اختي كبدك ايه وزبالك ايه وهباباك ايه وسخماك ايه؟ انت عارف ما كانتش بتجيب لنا اكتر من 15 20 جنيه في الشهر، دلوقتي ابني سوكا ما شاء الله النقطه بتنزل عليه بالالافات في الكباريه والله. كباريه؟
قصدها يعني تقول لك انه شغال في مالها ليلى. ليلى مين؟ ليلى مين؟ انا ما اعرفش لا ليلى ولا سعدي. هو كباريه ايه في ايه؟ قصدي امي والاستاذ شكر حضرتك انها شغاله في مطعم استراني يعني حاجات اكل طزاقات وحاجات دي كده يعني. تصدق بالله ابني ده انضف واحد في الدنيا كلها، مغني معتبر ومشهور ومحترم، بيشتغل في كباريه محترم. انت عارف لما البيره تمشي قدامه كده ولا بيعبرها، يقول لي يما، اقول له يا واد هي البيره ده هي شكلها ايه؟ لونها ايه؟ يقول لي هي احمر ولا اخضر يما، اقول له مع ان هي صفرة، بس هو ما بيبقاش عارف. يا عين انت عارف الخمره دي تبقى ملعلطه قدامه كده هو ولا يعبرها. انت عارف البنات الموزز اللي هم بيبقوا قاعدين على الترابيزات بعد ما يخلصوا نمارهم عشان يفتحوا للرجاله يعني ويشربوا معاهم الخمره والكلام الحاجات ده، هي هو مؤدب ولا يهب ولا بيعبره؟ لا مؤدب محترم، من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. عشان كده هوت، ولهذا يا أستاذ يعني إحنا جايين النهاردة علشان خاطر نطلب إيد أخت حضرتك الست هاجر لابني المحترم، ابني المحترم اللي متربي على الغالي سوكا. إيه رأي حضرتك بقى يا أستاذ؟ قلت فرصة سعيدة أوي يا حاجة، الجواز ده اسمه نصيب، شرفتونا. السلام عليكم يا ابو نجوان. وعليكم خير. احنا جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الانسه نجوان. مفيش بح. هو ايه اللي مفيش؟ ايوه طفشت مع الواد الزباله اللي اسمه مروان. طيب حس بقى ان احنا دخلنا كده، احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اهو. اتفضلوا مكمل الاول، ما احنا قلنا كده من الاول. بالراحه لازم يعني تستنوا لما الحاجه تغلى